بسرعة 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 قبل ما نمر يجي، انا عايزة اقول لكم ان انا النهاردة هاخد كل حقي القديم والجديد من نمر. بقالي مدة كل اللي انا بعمله ان انا بشكك نمر فيا. بشككه في ايه؟ بشككه ان انا بشرب سجاير. لو انت كل يوم جوزك يدخل وراك الحمام يلاقي سجارة مطفية ومرمية في الحمام، يدخل وراك المطبخ يلاقي سجارة على جنب محدوفة، تتوقعي هيشك فيكي ولا لا؟ حتى لو انت قدامه ملاك اكيد هيشك فيكي. انا بقالي يا جماعة مدة كل اللي بعمله ان انا بشكك نمر فيا وبس. خليته مش طايقني لدرجة ان هو بيقعد، لما بيقعد معايا بيقعد يكلمني ان انا مش عارف ليه الناس اللي بتشرب سجاير ليه، دي بتأذي صحتها، وانا بحس ان هو قصده يعني ايه يوعظني بطريقة غير مباشرة. ما يعرفش ان انا كل ده بجهز لك يا نمر لليوم ده، للمقلب ده. الساعة دلوقتي 7:30 الصبح، صحيته من النوم، قلت له لازم توديني الشغل لانه الجو تلج ومش هقدر ما اروحش. فطبعا عايزه اقول لكم عيونه مورمه، وشه مورم، دماغه مش مركزه، قاعد بيلبس دلوقتي من كتر ما هو نايم على نفسه لانه نايم من ساعه واحده بس. مين العميله السريه؟ الا اختي. قلت اصبر عليا يا نمر، اصبر عليا. اول ما يجي العربيه اوعدكم انه هيلبس مقلب، يعني هيطلع من دماغه زي ما بيعمل فيا. ان شاء الله المقلب يا نمر تلبسه. ادعوا لي يا جماعه ان المقلب يتم على خير. يا هلا يا صباح الفل. صباح الفل بتاع ايه على الصبح؟ يطلعي بنت خلاص، انت سبتها لي ليه؟ ما هي انت بتصلي هي بتسالك فسبتها لي. عامله ايه يا صغنن يا جميل؟ عامل ايه يا صغنن يا قمر؟ هو انت سؤال بس، بتسيبها لي وتمشي ليه؟ كنت بتصلي ولقيتها بتلعب حواليك سبتها؟ طب يعني انت ليه هبقى مركز انا في ايه ولا في ايه؟ معلش يا نمور معلش، انا عارفه انك صاحي تعبان بس صباحك فل وقمر. يلا يلا اتحرك. ثواني يا ست اخفى واقول لكم عشان اعرف امشي بقى. ثواني. طيب صباحك فل وقمر. انت سبع الفل اللي على دماغك ما تجننيش. على دماغك انت، انا مالي؟ انا المشكله اصلا مش شايف، انا مش شايف قدامي. انا عارفه انت بتعرف. طالما مش عارفه بقى ليه ما ضربتش اوبر؟ ما ضربتش عربيه وخدتها ومشيتي من اولها ليه؟ تلج عمري ما امشي في التلج ده ابدا. انت لابسه بطانيه على دماغك اهو، عامل لك ايه؟ طيب انا لابسه مليون بطانيه بس ولو اهدي بقى. الله يبارك لك، جت ايش زنانه زي امك بقى. زي امك زي ابوكي. لما اخذ قلت لك ما كانش قصدي، معلش. شكرا. الله يا جميله. طيب بس النيمه دي اكيد كده ناخد بعضنا ونمشي. نامي يا قلبي نامي. لا ما انا مش هينفع اسوق بيكي وانت على رجليا. ايه هو انت خدتي علبه السجاير من شنطتي تاني؟ هو في ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل ده؟ يعني انا مش فاهم. واحدة بعت كلام فاضي. لا مش كلام فاضي، مش كلام فاضي، مش كلام فاضي، وانت عارف انا مش كلام فاضي، لان كذا مرة الاقي في دخان في الحمام. طب وايه المشكلة؟ لا. يعني دخان يبقى انا يعني؟ لا. انا مالي؟ اي حاجة بترميها عليا بتتهمني يا نمر؟ انت عبيط يا ماما ولا ايه؟ انت بتتهمني اني بشرب عبيت سجاير؟ مش فاهم، يعني انا وانت عايشين في البيت، مين تالت مثلا تشرب سجاير يعني؟ لا ممكن اي حد من الضيوف اللي بيجوا لنا، ايه المشكله؟ ممكن حد من جيراننا بيدخن، ايه المشكله يعني؟ هيدخن وينفخ في الحمام بتاعنا؟ انت بتكدبي؟ انا مش مستغرب ان انت بتدخني قد ما انت بتكدبي. ما هو يا نمر بصراحه اقول لك، تعالى استك عليا. انت عبيطه ولا ايه؟ يعني بتكلم معاكي بالراحه، تعالى استك عليا. ازاي تدخني اصلا؟ ايه الهبل ده؟ هو احنا هنكبر؟ المشكلة بدخن وانا صغيرة؟ ايه المشكلة اما ادخن؟ يعني انت هتخوفني؟ نعم. انت هتخوفني يعني انا بدخن؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني اما ادخن يا نمرة؟ ايه المشكلة اني بحب الدخان؟ هي بتحب الدخان مش فاهمك. بحب ادخن يعني. إيه المشكلة؟ بحب الدخان ايه القرف ده؟ عادي بحب ادخن يا نمرة، في ايه؟ كيف مزاج عندي؟ مزاج انت متخلفة بنت وانت مدمنة يعني ولا مش فاهمك؟ يعني ايه كيف يعني؟ يعني ايه كيف يعني؟ ايه العبط ده؟ يعني انت لو بتدخن كنت هقعد ادخن ايه؟ وانا اصلا انا بكره ريحه الناس بيدخنوا. انا ذنبي ايه؟ انت بتكرهه انا بحبه. يعني ايه بتحبيني؟ انت عبيطه ولا ايه يا ماما؟ وممكن امك عارفين الحوار ده؟ كل البيت عندنا بيدخن من بلا استثناء. كلكم بتدخنوا ازاي مش فاهم؟ يعني انا وقلاء وبتال بنحب الدخان. ايه اللي مضايقك؟ انا مش فاهماك. يعني ايه بتحب الدخان مش فاهمكم؟ يعني مدمنين يعني بتحششوا مثلا؟ قلت بنشرب إيه سجاير عادي يعني. اول مره تشوف بنات بيشربوا سجاير؟ اللي بيشرب انا ام انا مالي بيهم؟ انا مصدوم فيك ده. انا بقولك بكره ام ريحه الدخان اصلا. ولكن انت بتدخني؟ الواحد بينصح صحابه وناس قريبين منه عشان ما يدخنوش، واجي الاقي مراتي بتدخن ومدمنه؟
استغفر الله العظيم يا رب. انت استغفر الله، متخيل انت كفر ام الواحد، انت عبيط ولا ايه؟ انت مكبر الموضوع قوي. خليك ايزي كده، خليك بسيط، خليك لذيذ كده. ايه مش عايز تخلف، اقسم بالله ويمين عليا الطلاق منك لو شفتك بتشرب سيجاره تاني. لا هكون ولا انت مراتي ولا اعرفك. اديني بقول لك من الاخر، ما بحبش القرف ده. سمعني بقول ايه؟ انا مش عايز كلام كتير. سمعني بقول ايه؟ سمعني بقول ايه؟ يعني انت عايز تحرمني من ملذاتك؟ ملذاتك ايه بنت؟ ما تعصبنيش يا بنت. انت على فكره خلاص والله يا نمر، وديني الشغل، انت اخرت شغل. والله العظيم ما جبت صاحبه مزاج. يلا خديها ماشي، يلا اتكل على الله، شوف رايح فين. ما انت عندك مليون صاحب بيدخنوا يا نمر. انا مالي بحد، انا مالي بحد. اللي بقدر اعمله بعمله، بقول لهم ما تشربوش، ما تنيش على دماغ اهاليكم، انا مش ناقص تخلف على الصبح. اللي بقدر اوصله نصيحه بقول له، اللي عايز بقى يشرب براحته، مش عايز يشرب براحته، كل واحد يعمل اللي يريحه. طب انا بعمل اللي بيريحه. لا كل واحد يعمل اللي يريحه مع بيته. يعني كل واحد براحته، تيجي على راحتي انا مش عايزها. يا ست انا مالي؟ دي راحتي يا نم. لا راحتك تقولها لي قبل ما اتجوز يا ماما. راحتي في كيفي ومزاجي. مدي عليك والله. ايه راحتك؟ انا كنت خايفه من اليوم ده اللي يجي وتكتشف ان انا بدخن. ده اللي كان مخوفني. بقى لنا 3 سنين جواز مخبيه عليك عشان الموضوع ده. يا بنت اتخيمه وانت كده تخرب بيت دماغك، بقالك 3 سنين بتشرب سجاير؟ قبلها بكتير طبعا. او انا صاحي؟ طيب يعني انا صاحي ولسه نايم؟ يعني اللي بيحصل ده بجد؟ انت بتشرب سجاير؟ يعني انا مش مستوعب. انت والله اقسم بالله بتكدبي. لا انت بتحوري. انا والله العظيم انا مصدق. لا انا نفسي ابطلها عشان بنتي، بس مش عارفه يا نمر. انا فعليا مش عارفه، انا مش عارفه ابطلها عشان بنتي يا نمر. انا نفسي ابطلها بس مش عارفه، فانت المفروض تساعدني مش تيجي عليا كده. ساعدك ايه؟ ومين بالله لو شفتك ماسكه سيجاره تاني هكون دبحك. انت عبيط ولا ايه؟ انا بجد مصدومه فيك. ايه كل الزعل ده؟ ايه اللي يزعلك في الموضوع؟ انت المصدومه فيا طبعا. طب بصي يا بنت الناس، انا مش عايز تخلف على الصبح. انا مش مصدوم على رد فعلي. فالمره المليون انا مش هتكلم في الموضوع تاني. لو عرفت انك انت بتشربي سجاير تاني، والله العظيم يا ايه، ولا هتبقي مراتي ولا اعرفك ولا عايز اعرفك. انا مش عايز تخلف. ويمين بالله بكره ام ريحه السجاير. ولما شميتها كذا مره، لما شميتها مره في الحمام، مره في المطبخ، ومره تحت، ومره كنت لسه جاي من بره شم ريحه السجاير تحت. يعني انا مش فاهم بصراحة. انا كنت شكيت في الاء، قعدت اتكلم معاها بطريقه غير مباشره، فاصل انا مش عارف اعمل ايه. في الاخر تطلع انت بتشربي؟ ما الاء برضو بتشرب، ما احنا بنقعد مع بعض نشرب، امال هنعمل ايه؟ يخرب بيت الرجيم. اظن مش رجيم. يا رب يا رب. انت ما تكلمنيش تاني بجد، ما تكلمنيش تاني، مش فاكرش بتكلمني تاني. انت قرفتني منك، والواحد اصلا مش فاهمك ايه القرف اللي الواحد فيه ده. طب بالله عليك يا نمر، وقفني عند السوبر ماركت ده عشان اجيب علبه السجاير بتاعه الصبح. ايه رايك في المقلب؟ مقلب ايه على الصبح؟ على قرف يا ايه، مش ايه الهبل ده يا ايه؟ بس المقلب. انا مش لبست ايه؟ والله انا مفايق. والله لبست المقلب. والله العظيم انا مفايق. قسما بالله لبسته. لا يمكن يعترف ابدا. بس انت طلعت روحك مش رياضيه خالص يا نمر. رياضيتي يعني ايه رياضيه؟ يعني رياضيه؟ تخيل مثلا بتقول لي انا ماما بشرب سجاير. ما هو انت عندي زي المتخلفه العقليه دي، انتوا الاثنين نفس التخلف بتاعكم. ليش علاقه؟ ليش بيشرب؟ اللي يعمل يعمل، انا مالي؟ كل واحد اضرب بنفسه، اضرب بيته، اضرب اهل بيته. انا يعني اكيد مش هتحكم في الناس يا ابني. بقول لك مقل. لا بجد والله انت لسه بتدي نصايح ليه؟ اول اصلا انا بقول لك مقلب. حتى اصحابي واقرب الناس اللي بتشرب سجاير بفضل انصحهم، بفضل اقول لهم مش عشان خاطر حاجه، عشان خاطر هي فعلا بتفرتك الدنيا، بتموت الناس. يعني تخيل واحد بيموت نفسه، يعني فين المتعه اللي في كده؟ تخيل واحد اللي بيشرب سجاير ده بيموت نفسه، والله العظيم بيموت نفسه. اذا كان بقى يعني الناس بتبقى فاكره اللي هم ايه، يقول لك انا بطلع بطلع غلبي. غلبي ايه على دماغك انت؟ ممكن بيصدقني الغلبي بيطلع فعلا. بيطلع ازاي؟ مش يعني ايه؟ قولي والله العظيم ما تشربيش. والله ما بشرب. انت يعني بذمتك ده شكل واحده مدخنه؟ اه والله مش شكل واحده مدخنه. قولي شكلك بتدخني بجد؟ الخاتم الفراشه بتاعي اجيب بيه سجاير.